أهلا بكم. العراق يسجل أرقاما قياسية بالحرائق، تجاوزت 100,000 حريق في غضون 3 سنوات، ذهب ضحيتها 800 قتيل عراقي. هل هو بسبب الفساد والرشا، أم هو إهمال حكومي، أم هو نتيجة تغول الفساد وسلطة الأحزاب في العراق؟ مديرية الدفاع المدني أرجعت هذه الكوارث والحرائق والفواجع إلى عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلام، بينما يقول برلمانيون في العراق إن النفوذ السياسي خلف مشاريع مخالفة للشروط والمعايير، ما تسبب بأعنف حوادث حرائق راح ضحيتها العراقيون. ولكن ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة، ولماذا لم تسفر عن محاسبة المسؤولين عن هذه الحرائق، مع بقاء الأبنية الكرفانية في العراق التي تهدد حياة المواطنين سواء في المستشفيات أو المدارس؟ فذكرت الواشنطن بوست أن تكرار الحرائق في العراق فاقم حالة الغضب الشعبي لغياب المحاسبة، حيث أسفرت اللجنة التحقيقية عن أن القاعة تخلو من إجراءات السلامة ولا توجد أي مخارج للطوارئ، حيث من الممكن أن تتكرر فواجع الحرائق كحريق الحمدانية مع وجود آلاف الأبنية بنفس المواد. مشاهدينا الكرام، سنضع تحت الضوء في هذه الحلقة موضوع الحرائق في العراق وما دلالاتها وما أسبابها. وأرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. مرحبا بكم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. وأرحب أيضا بالأستاذ بهاء خليل، الكاتب والصحفي العراقي، ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك وبضيفي الكريم. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الدولة جعل من العراق محرقة تلتهم أجساد العراقيين دون رحمة. ففي 3 سنوات فقط سجلت مديرية الدفاع المدني أكثر من 100,000 حريق وأكثر من 800 قتيل نتيجة لغياب إجراءات الأمن والسلامة للحرائق والفساد بمنح رخص البناء وعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالمواد المستخدمة بالبناء ونظم مكافحة الحرائق. طالت تلك الحرائق مستشفيات ومباني ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلا عن مئات من الهكتارات الزراعية وخصوصا حقول القمح شمالية وجنوبية البلاد. وكان آخر تلك الحوادث حريق قاعة زفاف الحمدانية في نينوى الذي حصد أرواح 107 أشخاص وأصاب نحو 150 آخرين، فيما أكدت مصادر في مديرية الدفاع المدني أن القاعة تخلو من إجراءات السلامة ولا توجد فيها أي مخارج للطوارئ. وزارة الداخلية الحالية أعلنت أن السبب الرئيس في حريق الموصل كان إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات، لافتة إلى أن القاعة كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال. بينما وصف بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو فاجعة الحمدانية بالمحرقة الجماعية، معتبرا أنها لم تكن بسبب الألعاب النارية بل بفعل فاعل باع ضميره ووطنه لأجندة معينة على حد تعبيره. من جانبه أعلن رئيس الأساقفة السريان الكاثوليك لمدينة الموصل بندكتس يونان حنو رفض الكنيسة الكامل لنتائج التحقيق في فاجعة قاعة الأفراح في الحمدانية، مشيرا إلى أن هناك مسؤولين حقيقيين لم تشر إليهم التحقيقات، مؤكدا أن اللجان التحقيقية مسيسة وتقدم صغار الموظفين كبش فداء على حد وصفه. يعني صراحة هسه حكينا على اللجنة، اللجنة نحن نرفض القرارات كلها اللي صارت، ما مقبول هذا القرار اللي صار. حسينا انه قرار روتيني عادي شكلي، ما بينه ما يشفي غليل المواطنين، هذا الشيء. ثاني امور انه المحاسبة، يعني ما يعني نحن نريد ضرب الفاسدين الكبار.
مرصد العراق الأخضر المختص بشؤون البيئة أكد أن نحو 30% من دوائر الدولة التي شيدت بعد عام 2003 تفتقر لشروط السلامة. ومع عدم محاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحرائق التي تضرب العراق، ولطالما كانت نتائج التحقيقات تعود لأسباب مجهولة أو لتماس كهربائي، يجمع العراقيون أن ما يجري نتيجة طبيعية لفشل وإخفاق المنظومة السياسية التي تركت حياة العراقيين مهددة بسبب مصالحهم التي تتسبب بكوارث لا تنتهي، فضلا عن تمكين المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب والميليشيات بإقامة مشاريع غير خاضعة لشروط السلامة والأمان، وسط استمرار الأحزاب السياسية بإبرام العقود الفاسدة لنهب المزيد من أموال العراق. بداية أرحب بك مرة أخرى أستاذ مصطفى. حياك الله وأرحب بك وبمشاهديك الكرام وبضيفك العزيز. حياك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى، مديرية الدفاع المدني عندما تقول سجلت 100,000 حريق في غضون 3 سنوات، هل هناك دولة في العالم يحصل فيها 100,000 حريق في 3 سنوات؟ يعني بدءا أنا أقدم التعازي لذوي الضحايا وأترحم على أرواح ضحايانا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الجلل الذي أصاب أبناء العراق الأصلاء في منطقة الحمدانية. وأؤكد أجد نفسي متفقا تماما مع ما تفضل به بطريرك الكلدان في العالم البطريرك ساغو حينما يتحدث عن فعل فاعل. نعم أنا أتفق تماما في أنها فعل فاعل، ليس بالمعنى الذي قد يتبادر مباشرة إلى الذهن بمعنى أن هناك قصد جرمي مباشر لهذه الحادثة، ولكن المعنى الذي أقصده أنه عندما يعني تنفذ جهات معينة منشآت ومرافق عامة دون مراعاة السلامة واشتراطات الأمان المعروفة عالميا ودون تزويد القاعة بمطافئ حريق وحساسات للدخان وحساسات للنيران وحساسات ربما حتى لتلوث الهواء في بعض يعني الاشتراطات العالمية، هذا عمل جرمي حقيقي، وخصوصا أن هذا ليس تقصيرا يعني عابرا وإنما تقصيرا متعمدا في اشتراطات السلامة والأمان، وبالتالي هذا الأمر ينسحب على كثير من الحالات التي أو كل الحالات تقريبا التي حدثت في العراق. حضرتك أشرت إلى تصريح لمديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية الحالية في العراق بوجود 100,000 أو بحدوث 100,000 حريق خلال 3 سنوات، بمعدل 3,000 حريق في الشهر الواحد، بمعدل 100 حريق في اليوم الواحد. هذه طبعا أنت في سؤالك حقيقة يعني سؤال استفهامي من جهة، ولكنه أيضا من ناحية أخرى هو ينكر صفة إسباغ صفة الدولة على هذه على هذا الكيان الموجود في العراق. أنت سألتني هل يمكن أن نجد مثل هذا الأمر في أي دولة في لم العالم؟ في أي دولة في لم العالم. يحصل في أي دولة في العالم، لأن هذا الكيان الموجود في العراق هو في الحقيقة ليس دولة بأي معنى من معاني الدولة، وليس دولة بأي معنى ومعيار من معايير الدولة في العالم. هناك معايير أساسية للدولة وهناك مسؤوليات أساسية للدول وللحكومات تجاه شعوبها، لكن السلطات الحالية في العراق ومنذ احتلاله سنة 2003 أمريكياً وإيرانياً
لا توجد لها أي مقومات من مقومات الدولة الحقيقية. هذا من جانب. دلالات الحرائق في العراق دلالات كثيرة حقيقة، بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه من عدم وجود المعايير العالمية الأساسية للسلامة والأمان واشتراطات السلامة المعروفة لتجمع مثل هذا العدد من المواطنين ولبناء مثل هذه المنشآت والمرافق العامة. هناك دلالات أساسية على الفساد الذي يصاحب إنشاء مثل هذه المشاريع. هذا أيضا ينسحب على عدم على استيراد مواد غير خاضعة للشروط والمعايير الحقيقية في البناء. هذا ينسحب على رغبة الميليشيات سواء في صفوفها الأولى أمراء الحرب من الصفوف الأولى أو من الصفوف الثانية في الاستيلاء على المال العام واستباحة أموال المواطنين وأموال المال العام وأموال الدولة، لأن هذه المنشآت غالبا شيدت إما على مباني مسروقة من الدولة أو على أراضي تم الاستيلاء عليها من قبل هذه الميليشيات ومن قبل أمراء الحروب الذين يعني يعبثون بالمال العام دون رادع. وبالتالي هذا يؤشر فساد هذه الميليشيات، يؤشر أيضا تسلط هذه الميليشيات، لأنه لا يوجد هناك لا توجد هناك أي سلطة تمنع هذه الميليشيات من التغول على حساب المال العام وعلى حساب المؤسسات الرسمية الحقيقية. يعني عندما نجد هناك، أنا قرأت وثيقة رسمية من مقامية قضاء الحمدانية في محافظة نينوى تؤكد أن أو تسمح بإنشاء مثل هذه إنشاء هذه ضمن هذه الاشتراطات المعدومة، الاشتراطات بين قوسين، يعني بدون أي معايير أساسية للسلامة، سواء في التشييد، سواء في الديكور، سواء في الإضاءة، عدم وجود مخارج طوارئ، الديكورات المستخدمة كلها من البلاستيك سريع الاشتعال، المبنى مغطى بمادة الساندويتش بانل، وهذه آلاف الآن آلاف المباني سبق الوهمية يعني والمسروق. فواجع كبرى نعم من قبل سببت في مستشفيات، يعني سببت فواجع كبرى. أنا سأتي على قضية المستشفيات، يعني نحن شهدنا مثلا مستشفى ابن الخطيب، مستشفيات أخرى. هناك كارثة أخرى حقيقة لم ينتبه لها كثير من العراقيين وربما نسوها. في السنة 2016 تحديدا في شهر آب أغسطس 2016 هناك حادثة كارثية حصلت في مستشفى اليرموك في بغداد، وهو واحد من أعرق المستشفيات الحكومية، ويفترض أنه يكون مزودا بالحد الأدنى على الأقل من اشتراطات السلامة والأمان. صح. في ردهة الأطفال الخدج الذين يولدون يعني قبل موعدهم الموعد الولادة الطبيعي بعد الحمل 9 أشهر، فهم يولدون قبل هذا. هناك حاضنات لأطفال للأطفال الخدج وفيها أطفال. هذه الردهة، ردهة الأطفال الخدج، احترقت في شهر آب 2016، وهناك وثائق رسمية نحن نشرناها في صحيفة وجهات نظر في ذلك الحين. هذه الوثائق الرسمية تتحدث عن وجود مادة البنزين في ردهة الأطفال الخدج. هؤلاء أعتقد يعني حسب ما أتذكر هو في العام 2016 كما قلت، أظن بحدود 20-23 طفل من الأطفال الخدج قضوا إلى رحمة الله تعالى في هذه الكارثة بسكب مادة البنزين بحريق مفتعل ارتكبته جهة مجرمة في داخل المستشفى. بمعنى أن هذه الميليشيات سيدي العزيز أصبحت تستبيح كل المحرمات، لا يوجد أمامها أي رادع ولا يوجد هناك قانون يحاسبها. يعني هذه أختف بهذه حالة مستشفى اليرموك. أنا قلت أننا نشرنا وثيقة من الأدلة الجنائية ومن المحاكم تثبت، من التحقيق والإدعاء العام تثبت وجود مادة البنزين، أن حريق حصل بمادة البنزين وليس بتماس كهربائي أو ما شابه.
دون أن يحصل مثل دون أن يحصل أي إذن هناك أهداف وهناك دوافع وهناك تعمد وهذا كله يتم بفعل فاعل أستاذ مصطفى بالتأكيد لأن المطلوب هو إدامة الأزمة في العراق إدامة الكوارث وإلهاء الناس بكوارث من هذا النوع أو من غيره أو حتى أحيانا تصدير الأزمات في مشاكل خارجية مفتعلة واضح ورحب بك مرة أخرى أستاذ بهاء خليل الكاتب الصحفي العراقي ضيفي عبر سكايب ما يجري في العراق من حرائق ضخمة النواب من داخل الحكومة يتحدثون أن المشاريع التي لم تستوفي شروط ومعايير الأمن والسلامة بسبب الرشاوي بسبب الفساد بسبب سرقة المال العام وإعطاء تصاريح مزيفة أو غير مسايرة للصحيح وبالتالي يعني إقامة قاعات على أراضي متجاوزة أو أراضي مستولى عليها الأمر هكذا يمر بسلام حتى يلتهم الحريق الضحايا العراقيين أكثر من 101 أو 101 من الضحايا ذهبوا في حريق الحمدانية الدفاع المدني يتحدث عن رقم خيالي ربما أو بالتأكيد هو خيالي 100,000 حريق في غضون 3 سنوات راح ضحيته 800 قتيل عراقي يعني النظام السياسي في العراق هل أرخص شيء عنده هو المواطن العراقي؟ نعم مرة أخرى تحية لحضرتك وعلى أستاذ مصطفى وعلى مشاهدي قناة الرافدة الحرائق بالعراق هي وسيلة أصبحت وسيلة للتنافس السياسي ما بين الكتل السياسية وأيضا وسيلة من وسائل الفساد اللي يستخدمها الطبقة السياسية والميليشيات في نفس الوقت لو ردنا نقسم الحرائق في العراق ستجد الحرائق هي عبارة عن نوعين حرائق مفتعلة وحرائق ناتجة عن الإهمال المتعمد يعني بالحالتين هي تعتبر حرائق مفتعلة الحرائق المفتعلة تنقسم إلى عدة أقسام قسم يحدث بسبب خلافات سياسية ما بين الأحزاب والميليشيات في السلطة مثل ما حدث في مستشفى عبد الخطيب كان هنالك محاولات لإقالة وزير الصحة حرقت المستشفى من أجل إقالة وزير الصحة في تلك الفترة وهي خلافات سياسية كانت موجودة ما بين الإطار والتيار ومستمرة حتى النوع الثاني من الحرائق هو لإخفاء الفساد اللي موجود وهذه الحرائق حدثت في كثير من الوزارات بحجة التماس الكهربائي من أجل إخفاء السرقات والعقود التي كانت تبرمها هذه الوزارات ومرينا بفترة من الحرائق المتكررة اللي كانت تستهدف غرف معينة من الوزارات اللي هي الغرف اللي موجودة بها العقود اللي بها تجاوزات وبها سرقة المال العام في هذه الدوائر وايضا كانت تحترق. الامر الثالث او النوع الثاني اللي هي الحرائق الغير متعمده واللي تحصل نتيجه تقصير متعمد. هذه الحرائق ايضا تستخدمها الاحزاب السياسيه لنفس الامر. يعني مثلا التجاوز على القانون، عدم تمكن الاجهزه الامنيه من فرض سيطرتها وتطبيق شروط السلامة والأمان اللي موجودة في دوائر الدولة أو في كل الأبنية اللي موجودة أيضا إخفاء أو عدم القدرة على كشف المجرمين يمكن المجرمين من القيام بالفعل مرة أخرى مثل ما حصل في حريق الحمدانية ونتائج التحقيق اللي أشارت إليه اللجنة والغير مقبولة لكل الناس لأنه بصراحة من خلال الفيديوهات اللي انتشرت من خلال شهود العيان اللي موجودين أكدوا بين الألعاب النارية المستخدمة هذا الجهاز يعني غير قابل يعني لا يمكن له إشعال أي شرارة يعني أيضا أستاذ بهاء هناك أنباء تحدثت أو حتى من خلال أستاذ بهاء اللجان التحقيقية ذكرت موضوع احتراق أجهزة التبريد قبل موضوع الألعاب النارية هذا ما يدل على شيء يعني على ماذا يدل؟ هل هو فعلا تم بفعل فاعل وأن هذه الألعاب النارية لم تكن سوى مجرد مبرر واهي؟ بالتأكيد نعم هو الحريق مستحيل أن يحصل حريق بالطريقة اللي احنا شاهدناها هو النيران التهمت القاعة خلال أقل من 10 ثواني السقف تحول إلى كتلة من اللهب تتساقط على الموجودين هذا حتى وإن كانت الألعاب النارية ساهمت أو حتى إن كانت أجهزة التبريد
ساهمت في إشعال الحريق، لكن احتراقها بهذه الطريقة يعني حتى لو سقط الفلين هم يشتعل بهذا الطريق. الفلين اللي هو مادة أساسا مصنوعة من المشتقات النفطية، حتى لو تحط به يعني شرارة نار ما يشتعل بهذه الطريقة. هذا الدليل على أنه الحادث متعمد 100%، وأيضا الغرض من الحادث هو غرض سياسي. وسمعنا بالفترة خلال اليومين الماضية لأن هناك كانت محاولة لإقالة قائم مقام الحمدانية وفشلوا بإقالته وافتعلوا هذا الحريق من أجل إثبات تقصيره وسهولة. نسمع عن المكاتب الاقتصادية في الموصل التي تأخذ الإتاوات من أصحاب المطاعم، أصحاب المشاريع، أو ربما حتى أصحاب القاعات. يعني هل من الممكن أو يعني ربما أنه تم ابتزاز صاحب هذه القاعة ولم يدفع؟ لا، هذا الأمر شوية مستبعد، لأنه الاتفاق ويا أساسا على بناء القاعة بهذه الطريقة. أولا نشوف منذ مستشفى ابن الحريق ابن الخطيب أصدرت الداخلية بيان بمنع استخدام مادة السندويش بنات بالبناء، وهذا القرار موجود وسار المفعول حتى الآن. القاعة، بناء القاعة بهذه الطريقة ومفتوحة أمام الناس، هذا معناه أنه أكو تفاهم ما بين صاحب القاعة وما بين الميليشيات من أجل تسيير أموره. لكن في نفس الوقت الحادث اللي حصل قد يكون ليس لصاحب القاعة دخل به، لأنه هذه الميليشيات الآن متغلغلة في الموصل وفي كل مدن العراق بصراحة، تستحوذ على كل شيء. لا يمكن لأي صاحب مشروع الآن أن يفتتح مشروع من دون أن يعطي إتاوات شهرية للمسيطرين على تلك المناطق من قادة الميليشيات. هذه هي اللي تمول الميليشيات حقيقة. يعني حتى احنا سياسيا لما نريد يعني نتكلم عن الميليشيا وطريقة تمويلها من إيران وطريقة انتشارها بهذه الطريقة الفظيعة داخل العراق، وصل إلى أكثر من 72 ميليشيا. هناك بعض الميليشيات لا تستلم تمويل من إيران بشكل مباشر، لكنها تستلم فقط أسلحة وهي تمول نفسها من خلال فرض الإتاوات على الناس والتجاوز على القانون والسيطرة حتى على يعني أراضي الدولة وبناء مشاريع اقتصادية ممكن أن تدور عليها الملايين من الأرباح سنوية. بهذه الطريقة لا يمكن تطبيق القانون، لا يمكن محاسبة أي فاسد، لا يمكن وضع الأمور في نصابها الطبيعي بحيث لا يمكن لفرق الدفاع المدني أن تقوم بواجبها من أجل أن تكشف على معايير السلامة، تعطي الموافقات الأمنية الضرورية اللي يجب أن تنطبق على كل يعني كل بناء المفروض أن يبنى. لكن سبب وجود هذه الميليشيا، لا الشرطي يقدر يحاسب ولا رجل القضاء يقدر يحاسب ولا يعني أي شخص ممكن أنه يفرض القانون على هذه المناطق بسبب سيطرة الميليشيا. وكما ذكرتم في تقريركم دائما هو اللي يتهم بهذه الأمور هم صغار الموظفين، لكن الرؤوس الكبيرة لا تتم محاسبتها، يتم إبعادهم عن التحقيقات بشكل كبير. يعني هذه الرؤوس الكبيرة في كل الحوادث الحرائق اللي صارت سواء نتحدث في المستشفيات وفي الوزارات وفي المحاصيل الزراعية أيضا اللي احترقت. كل هذه بسبب ضعف القانون أمام سطوة الميليشيات اللي موجود. نتحدث عن الرؤوس الكبيرة أستاذ بها، تحدث عن الرؤوس الكبيرة، يا ترى من المستفيد من قتل العراقيين؟ نحن فقط لا نتحدث عن 800 قتيل في 3 سنوات من عام 2003 وإلى الآن، حرائق في البساتين، حرائق في الحقول، حرائق في المخازن المواد الغذائية، حرائق في جميلة، حرائق في الشورجة، حرائق في المؤسسات الحكومية، في المؤسسات الحكومية، في المستشفيات، في البنوك. يعني في البنوك، يعني من المستفيد من هذه الحرائق يعني بهذه الأرقام وهذه الضخامة؟ المستفيد الأول والأخير من هذه الجرائم وليس الحرائق، من هذه الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين هو الإرهاب الذي يتحكم بكل مفاصل الحياة في العراق. السلطات الإرهابية الميليشياوية التي تبدأ من مؤسسة الرئاسة مرورا بكل المؤسسات اللاحقة، الوزارة، البرلمان، المؤسسات الأمنية، المؤسسات العسكرية، الإدارية، الخدمية، كل هذه مناحي الحياة
تتحكم بها الميليشيات الإرهابية المهيمنة في العراق والتي تسيطر على كل شيء فيه كما قلنا. هؤلاء هم المستفيدون الأساسيون. من يحرك هذه الميليشيات؟ يحركها أقطاب السلطة الحاكمة من جهة، ويحركها أيضا تحركها أصابع خارجية إيرانية أو غير إيرانية. يعني علينا أن لا ننسى حقيقة مهمة، وهي أن المطلوب أن تبقى آلة القتل والإجرام والسرقة والفساد والتزوير مستمرة في العراق. هذه الآلة تحصد يومياً أرواح العراقيين، تنهب يوميا أموال العراقيين، تغلق يوميا منافذ الأمل أمام العراقيين، وهذا هو المطلوب من المشروع التدميري الذي تنفذه الولايات الذي تزمع أزمعت الولايات المتحدة تنفيذه في العراق من خلال الغزو والاحتلال، ثم أوكلت تنفيذ الصفحات اللاحقة إلى العملاء الذين استقدمتهم من كل الأزقة العفنة في العالم، وسلمتهم حكم العراق برعاية إيرانية وبتنسيق أمريكي إيراني مشترك لأجل تدمير العراق. هذا المشروع التخريبي التدميري المسمى النظام السياسي في العراق أو العملية السياسية هو المستفيد الأول والأخير من هذه الجرائم التي تحدث، وإلا كل الأطراف العراقية هي متضررة بالتأكيد، ليس من جرائم الحرائق فقط، وإنما من كل عملية، من كل يوم يمر على العراق، كل ساعة تمر على العراق هي عملية تدمير للعراق ونهب لثرواته وقتل لأهله وسرقة لمدخرات شعبه وتفريط بسيادته وإهانة كرامة مواطني وحط من مكانة العراق العالمية. كل ذلك المستفيد الأساسي الأول والأخير منه هو النظام السياسي، سياسي بين قوسين، لأنه حقيقة ليس نظام سياسي ولا أحزاب سياسية كما نعرف من الأحزاب السياسية في العالم، وإنما ميليشيات إرهابية تتحكم في العراق. هذه الميليشيات تستولي هنا على المال العام عبر حادثة تحريق، يعني قصدي عبر حادثة، عبر إنشاء قاعة تعرضت إلى حادثة الحريق، عبر مشروع وهمي، عبر مول تجاري، مركز تجاري، عبر استيراد سيارات غير ملائمة أو مناسبة للمعايير العالمية. كل هذه وكثير جدا، لو تمكنت نخبة من العراقيين، جلست نخبة متخصصة من العراقيين على مدى سنة كاملة وبحرية مفتوحة وبإمكانات متاحة بالكامل لإحصاء الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ غزوه سنة 2003 وحتى اليوم، لما تمكنت من إحصاء هذه الجرائم التي نفذت بحق العراقيين قتلا، سرقة، نهبا، اختطافا، تدميرا، إثراء على المال العام، نهبا للمال العام وتهريبا إلى الخارج، إغراق العراق بالمخدرات، المباني الوهمية، قصة المدارس التي تبنى بالسندويتش بانل، هذه غير المدارس الطينية، وهذه كارثة كبرى، يعني أعادوا العراق إلى يعني آلاف السنين. يعني لو حدث لو مثل هذه الكارثة، لو يبقى العراق على المدارس الطينية أهون، لو حدثت مثل هذه الكارثة في مدرسة من هذه المدارس التي تشيد الآن بالسندويتش بانل، وهي مدارس للفساد وليس لإنشاء مؤسسات تعليمية حقيقية ورصينة، أو جامعات تبنى بهذه الطريقة الوهمية أو الكارثية، كيف ستكون الكارثة؟ ثقافة السندويتش بانل، ثقافة الجملونات، ثقافة يعني المواد السريعة الاشتعال. يعني في السابق قبل 2003 كانت المواد عادية، مواد بناء، يعني أي اسمنت وطابوق، اسمنت وطابوق وبتلو ورباط وإلى آخره وتضبيطات والتشطيبات. لماذا الآن بعد العام 2003 وعلى مدى 20 سنة كل البناء أصبح بهذه الطريقة، سريع الاشتعال وسريع البناء وسريع الاستكمال وسريع القتل؟ يعني هل مواد جاهزة، مواد إجرامية جاهزة لقتل العراقيين موجودة في المستشفيات الآن وموجودة في المدارس؟ يعني معناتها أنه عملية القتل سوف تتكرر ما دام هذه موجودة. طبعا تتكرر. يعني شوف، هو خلال السنوات العشرين الماضية لا شك أنها حصلت العديد من
المستجدات في موضوع القطاع الإنشائي وقطاع البناء واستخدام المنشآت والهياكل الحديدية والمباني يعني المشيدة بالإسمنت وغير ذلك. هناك الكثير من التطور في القطاع الإنشائي في العالم، ولكن المقصود الآن ليس عملية السرعة في البناء، وإنما المقصود السرعة في إيجاد منشآت لنهب العراقيين. السرعة في السرقة والقتل. السرعة في السرقة وفي قتل العراقيين وفي سرقتهم. لذلك ينشئون مثل هذه المنشآت، أولاً كلها عمليات فساد، وكلها على يعني مشيدة بالمال الفاسد، وكلها على منشأة على أراضي متجاوز مسروقة متجاوز عليها من المال العام، وكلها لأرباب الميليشيات وأصحاب الأحزاب السياسية بين قوسين كلمة سياسية. كل هذا يؤكد استمرار المشروع الإجرامي الذي تحدثنا عنه. لذلك ما هي أسرع وسيلة لإنشاء مثل هذه المرافق العامة؟ إنشاءها بمادة الساندويتش بانيل التي تسقف يمكن مئات الأمتار المربعة خلال يوم أو يومين الغريب. وبالتالي وعملية ديكور بلاستيكي أيضا غير خاضع للشروط الأمانة، لا توجد منظومات إنذار، لا توجد منظومات حريق، لا توجد أبواب للطوارئ، لا توجد سلالم للطوارئ، لا توجد مخارج حقيقية، لا توجد عمليات التهوية الصحيحة. كل هذه عمليات مقصودة لقتل العراقيين ونهبهم. هذه المنشأة ليست الأولى وليست الأخيرة. نأمل أن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجنب شعبنا هذه الكوارث، ولكن هذه الكوارث مستمرة وستستمر ما دام هذا النظام الإرهابي السياسي قائم في العراق. سيبقى كل شيء قائم. ويعني ماذا حدث في جريمة ابن الخطيب؟ ماذا حدث في جريمة مستشفى الحسين؟ ماذا حدث في جريمة مستشفى اليرموك الذي أشرت إليه قبل قليل؟ والكثير ردهة الأطفال الخدج. ماذا حدث في كارثة العبارة التي حصلت قبل سنتين في الموصل أيضا، وكان المسيطر عليها يعني عصابة من الميليشيات؟ يعني شوف المطران أبرشية الموصل تحدث عن قضية بالغة الأهمية، وهو مطالبته بالقبض على الفاسدين الكبار الذين يحركون هذه الميليشيات. أنا أريد أن يعني هذا الموضوع أو حالي بقضية ربما لا ننتبه لها كثيرا أو لم يجري الانتباه إليها كثيرا. هناك مشروع قديم، أقصد خلال السنوات العشرين الماضية، يعني لتهجير المسيحيين وهم أبناء العراق الأصلاء من سهل نينوى. هذا السهل من يسيطر عليه؟ تسيطر عليه غالبا جهات ميليشياوية تتحكم به، وتريد أن تستولي على هذه المنطقة الشاسعة والفسيحة بين محافظتي نينوى وأربيل في شمال العراق. هذه الميليشيات سواء كانت ميليشيات بابليون المسيحية كما تدعي، وهي ليست مسيحية لأنها تقتل المسيحيين، أو ميليشيات شيعية كما تسمى وهي ميليشيات إيرانية بالدرجة الأولى والأخيرة، تريد أن تسيطر على هذه الميليشيا، على هذه المساحة الشاسعة والواسعة جدا من الأراضي. كيف يمكن أن نسيطر على هذه القرى والأقضية والنواحي والقصبات التي موجودة في هذا السهل؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. إذا سمحت لي أستاذ مصطفى، فقط يعني أناقش أيضا أستاذ بهاء بموضوع التغيير الديموغرافي وعلاقته بهذه الحرائق. إذا سمحت لي أستاذ بهاء مني. سنعود إليكم مرة أخرى أيضا. لا طبعا أستاذ بهاء، يعني مشروع التغيير الديموغرافي مشروع إيراني ابتدأ عام 2003 وإلى الآن، من ضمن أساليب التغيير الديموغرافي تهديد أصحاب الأملاك المسيحيين في نينوى بترك أماكنهم، بتهجيرهم قسرا، وبالتالي الاستيلاء على ممتلكاتهم. يا ترى هذه الحرائق هل تدخل ضمن مسلسل هذا المشروع بالتخويف، وخصوصا أن موضوع رفض نتائج التحقيقات يدل على أن هناك مؤشرات قوية أن ما جرى هو جرى بتعمد؟ نعم، بالتأكيد لا يمكن استبعاد موضوع التعمد بإذاء الأخوة المسيحيين من أجل السيطرة على مناطقهم أو الاستحواذ على مناطقهم وتهجيرهم
نجد حدوث تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة. هذه المنطقة وحالها حال يعني الموصل بشكل عام، يعني ليس فقط الحمدانية أو السهل، هنالك أهمية لوجود الميليشيات في تلك المنطقة. تكمن هذه الأهمية بوجودهم كمحل ضغط على القوى الكرديه اللي موجوده في كردستان لقربها من محافظه اربيل، وايضا تمثل اهميه من خلال تعتبر واحده من طرق التهريب اللي تستعملها الميليشيات هذه من اجل تهريب السلاح الى الفصائل الايرانيه اللي موجوده في سوريا، وايضا من اجل تهريب المخدرات والسلع الاخرى والسلاح الى داخل العراق من خارج العراق والى داخله. يعني هاي المنطقه مهمه جدا بالنسبه لنا. الخلاف اللي جرى بين البطريرك ساكو وبين ريان الكلداني وموضوع المرسوم الجمهوري الذي تم إلغائه قبل مدة، وأيضا الهالة الكبيرة اللي صارت من المشاكل ما بين ريان الكلداني وبين سماحة البطريرك في تلك المنطقة، أيضا توحي بأنه ما جرى هو رد فعل لتحدي البطريرك ساكو لوجود هذه الميليشيات في هذه المنطقة. المسيحيين يتعرضون إلى التهجير منذ 2003 وحتى الآن، اختلفت الطرق اختلفت الأساليب، لكن الهدف هو واحد، إخلاء هذه المنطقة من سكانها الأصليين اللي هم المسيحيين، واللي هم تاريخيا هم أقدم المكونات اللي موجودة في العراق تاريخيا وسكان العراق الأصليين. في نفس الوقت السيطرة على هذه المنطقة اللي تحاول من خلالها بسط سيطرة الميليشيات، أيضا حماية أو نشر عناصر حزب العمال الكردستاني اللي أصبحوا يتمددون في سهل نينوى بصورة مخيفة بالفترة الأخيرة بسبب حماية ما يسمى بميليشيات الحشد الشعبي لوجود هؤلاء الإرهابيين في تلك المنطقة وحمايتهم. كثير من الأمور معقدة بالنسبة لهذه المنطقة، وتؤدي الميليشيات دورها بالكامل في هذه المنطقة، منها تهجير المسيحيين، محاولة أخذ الإتاوات من الناس، استيلاء على بيوت المسيحيين، إنشاء مشاريع ممكن أن تدر الأموال من أجل تمويل هذه الميليشيات. كل هذه الأفعال، طيب أستاذ بهاء، حتى موضوع ما هي غرق العبارة أيضا برأيك كان بسبب الميليشيات. يعني ما فائدة اللجان، ما فائدة اللجان التحقيقية إذا لم تكن هناك نتائج تؤدي إلى محاسبة ومساءلة ووضع حد للجرائم والحرائق التي تحدث؟ هذه اللجان هل داخلة ضمن نفس الخط؟ هل داخلة ضمن نفس الخط الخاضع للنفوذ، نفوذ وسيطرة الميليشيات والأحزاب؟ نعم، هي هذه اللجان هي مجرد شكلي، ممكن يعني من رد فعل الناس على خبر تشكيل لجنة راح تعرف ان هاي اللجان هي مجرد اجراء روتيني وبروباغندا اعلاميه لا اكثر ولا اقل لاخلاء مسؤوليه الدوله عن ما يجري، لانه الدوله غير قادره على السيطره على هذه الميليشيات لانها جزء منها. وبالتالي هذه اللجان احنا من 2003 وحتى الان لم تضع النقاط على الحروف باي جريمه، لم تكشف بالفعل خفايا الجرائم سواء الحرائق او حتى غير الحرائق، يعني حتى موضوع التفجيرات اللي كانت تحدث، موضوع الانتهاكات اللي كانت تحدث، وكانوا يشكلون لجان ويشكلون لجان، لا يوجد أي نتائج لهذه اللجان، وحتى إن وجدت فهي بعيدة عن الواقع الحقيقي لموضوع الكارثة اللي حصلت. حتى موضوع العبارة اللي صارت، أغرق العبارة في الموصل، ماذا كانت نتائج اللجان التي حققت، من المسؤول، وماذا حصل بعد هذا؟ يعني هل عوقب أحد؟ هل تم تجريم أحد؟ مشكلة الآن كأنما هو طوق نجاة للمسؤول، يتخذون إجراء معه بالإقالة، فقط الإقالة، وكأنما عقوبته هي الإقالة، يعني تخليصه من العقوبة بالإقالة، وكأنها مكافأة لهذا الشخص على الفساد اللي صار أو على الجرم اللي صار في وقت هذه. شوف احنا لو نتذكر الاحداث اللي صارت من 2003 وحتى الان، اللجان عباره عن وسيله لمحاوله القاء اللوم على جهه غير الجهه الفاعله.
ومكافأة الجهة الفاعلة بدل من معاقبتها. هذا باختصار عمل اللجان اللي تشكلها الدولة، لأنه الموضوع أخذ أكبر من حجمه، صار يتدخل يعني صار يمس حياة المواطنين وأرواحهم بشكل مباشر. يعني سابقا كانوا يستحوذون مثلا على أراضي يبنون بها عقارات سكنية أو يبنون بها مولات تجارية ما تفضل أستاذ مصطفى، ودر عليهم الأموال، لكن الآن أصبحوا يعني يبنون منشآت ممكن أن تسبب أذى للمواطن، ممكن أن تقتل المواطن بطريقة سهلة. بالتأكيد، وهناك مستشفيات قائمة إلى الآن، وهناك مدارس قائمة إلى الآن. للمفارقة أن رئيس الوزراء نفسه لما زار ضحايا أو المصابين بالحروق، لما زارهم في مستشفى بالموصل أيضا مبنية بالسندويش بلد. زين، ما احترقت عليه الآن؟ ما هي المشكلة أن أنا يعني كان هو يرى الخطأ بعيونه لكنه لا يفعل شيئا من أجل تفادي كارثة غير هذه الكارثة. وعلى فكرة السندويش بلد عالميا هو معروف باستخداماته محدودة، هو يستخدم لتغليف جراجات السيارات أغلب الأحيان، يستخدم لتغليف جراجات السيارات يعني حتى لا يتكدس الثلوج في أوروبا وغير أوروبا، حتى لا تتكدس الثلوج على القمريات اللي تصير على شو اسمه، لأنه هو ملمسه داعم. هذه المواد غريبة، هذه مو مال بناء. شوف احنا كان عندنا بالعراق، يذكرها أستاذ مصطفى، كان عندنا في العراق بالتسعينات كان عندنا فندق الكامية السياحي، فندق الكامية كان مجاور للشعب الخامسة على الكورنيش، كان مبني بالسندويش بلد واحترق بالكامل. وحتى الاحتلال ممنوع اي شخص يبني غرفه بيت من بالسندويش بلد بسبب احتراق هذا الفندق. مع العلم في تلك الفتره كانت اكو مرشات المياه، كانت اكو اجهزه انذار، كانت اكو طفايات، كانت اداره الاطفاء قريبه جدا على الفندق، لكن سرعه اشتعال، لان هذه الماده مو مال بناء، يعني مو مال تبني بها في مكان يكون بداخله اكو بشر، لا، هذه تدخل مثلا لتربيه الحيوانات تكرمون، ممكن انه تخليها لجراج مال سيارات تغلف فيها سيارات، ممكن نسويها مخزن لمثلا اشياء غير قابله للاحتراق، كان تكون اشياء حديديه او قطع غيار سيارات، تقدر تسوي مخزن لهي الامور بحيث حتى اذا احترق المخزن البضاعه اللي فيه ما تتاثر. لكن بسبب الفساد اللي موجود بالعراق وانتشار الميليشيات اللي تفرض بالقوه على المؤسسات اللي موجوده بالعراق اللي يريدوا، تم استخدام السندويش بنر من اجل بناء مستشفيات ومدارس وحتى مراكز انتخابيه بالانتخابات هي مبنيه من السندويش بنر. لذلك ماكو سيطره بسبب وجود هالميليشيات، لان هالميليشيات اصبحت تتدخل حتى في عمل السلطات القضائيه والامنيه وتمنع محاسبه اي شخص من المسؤولين عن هذه الكوارث اللي حصلت. نعم استاذ بهاء. استاذ مصطفى، يعني عندما يتساءل بعض العراقيين يقول هل يا ترى المولات الضخمه المبنيه في بغداد طبعا لمتنفذين، تعود لمتنفذين، هل عصابات ارهابيه بنفس المواد التي بنيت بها المدارس والمستشفيات؟ هذا ليس سؤالنا. طبعا يتساءل هذا العراق، المواطن من حقه يتساءل. نتساءل نحن على مدى 20 عام، على مدى 20 عام من 2003 إلى الآن، أين البنيان الحقيقي؟ أين البنيان المنتج؟ يعني لم يشهد العراق قبل 2003 هذا العدد والرقم الضخم والهائل المهول المرعب، 100,000 حريق في 3 سنوات. تحدثنا عن التعمد، تحدثنا عن هذه الفساد. تداعيات هذا الأمر مع بقاء هذا البنيان الذي يهدد حياة الأطفال في المدارس، المرضى في المستشفيات، المواطنين في جميع الأماكن، ما يعني بالنظر إلى الفارق الكبير يعني قبل 2003 وبعد 2003؟ يعني شوف، أنا عندما حصلت كارثة مستشفى ابن الخطيب قبل سنوات كتبت تغريدة على موقع تويتر، قلت عندما كان الكبريت أمين كانت لا تحدث حرائق. يعني تذكر ويذكر العراقيون في السابق كانت هناك علب لأعواد الكبريت، أعواد الثقاب، مكتوب عليها كبريت أمين. عندما كانت هناك
كان الكبريت أمين، كانت هناك سيطرة نوعية، كانت هناك رقابة، كانت هناك جهات رسمية حازمة في مسألة التقييس والسيطرة النوعية، سواء في استيراد المواد، في إنشاء المنشآت، في الرقابة التالية، في التفتيش، في المتابعة، في حصول عندما تحصل كارثة يكون هناك تحقيق حقيقي ومحاسبة جدية للجهات المتسببة أو المقصرة. الآن هذا الأمر، أنا قلت أن الذي يسيطر على العراق هو كيان أو عصابات لا علاقة لها بالدولة، ولذلك ستبقى بعيدة تماما عن كل معايير الدولة، تبقى تستنزف العراقيين قتلا، تدميرا، سرقة، نهبا، تفجيرا إلى آخره، أزمات سياسية داخلية، أزمات سياسية خارجية، استضافة إرهابيين، وتمضي الأيام. الحل الأساسي، الحل الوحيد الحقيقة لإنقاذ العراقيين من كل هذه الجرائم وليس من الحرائق فقط، هو إيجاد دولة في العراق. الدولة يقودها العراقيون وليس يقودها مشروع تدمير العراق، محو العراق واستبداله بكيان ملفق هزيل لا وجود له حقيقي على الأرض. هذه الميليشيات التي تستولي على المال العام وتقتل العراقيين هي لا تفعل هذا فقط، لا تنهب مال العراقيين فقط ولا تقتل العراقيين فقط، هي تدمر العراق وتمحو كيان الدولة العراقية الذي تراكم عبر آلاف السنين، تمحو كل بارقة أمل للعراقيين. لذلك عملية الحرائق ستبقى، الجرائم ستبقى، عملية البناء هذا الفوضوي، مولات تجارية، جامعات أهلية، كارثة الجامعات الأهلية كارثة فظيعة محدقة بالعراقيين وتتسبب بتخريج آلاف من أو عشرات الألوف من بين قوسين خريجين ولكنهم حقيقة لا يتمتعون بأي قدر معقول من المعايير العلمية والأكاديمية وغير مناسبين لسوق العمل في العراق. هذا في السابق كان يجري التخطيط للدراسات الأكاديمية الجامعية والدراسات العليا بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل في العراق والتطلعات أو خطط التنمية الحكومية. الآن كل هذا لا يوجد، يوجد عمل استسهال لنهب المال العام، إنشاء منشآت لتبييض هذا المال المسروق والفاسد، إثراء على حساب الشعب. نشأت الآن طبقة من التجار والأثرياء الذين الفاسدين، الذين لم يشهد لهم العراق مثيلا في أي مرحلة من مراحله، وشخص واحد منهم من هذه الطبقة يحوز على كل ما كان يحوز عليه الأثرياء الحقيقيين في العراق الذين كانوا أثرياء في مجال المقاولات، أثرياء في مجال الصناعة، أثرياء في مجال الزراعة، تراكمت لديهم ثروات بموجب التراكم الطبيعي للأنشطة الاقتصادية التي يمارسونها. الآن عملية فساد، يأتي الموظف الذي هو أصلاً فاسد وأصلاً غير كفو، يثقل الميزانية بأعباء، ثم يستولي على رشوة يحاول أن يبررها أو يبيضها بإنشاء مركز تجاري يعني أو شيء آخر، قاعة حفلات إلى آخره، فنادق، سيارات غير مؤهلة. بهذه الطريقة وهؤلاء كلهم تابعون للميليشيات، الميليشيات هي التي تتحكم في كل شيء. لا خلاص للعراقيين إلا بإنشاء عراق حقيقي يقوده أبناؤه ودولة حقيقية تحمي مستقبل شعبها. نعم، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي في الاستوديو. وأشكرك أيضا أستاذ بهاء خليل، الكاتب والصحفي العراقي، ضيفي عبر سكايب. شكرا أستاذ بهاء. شكرا جزيلا حضرتك. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.